ديو غزال غزال غزال. أول مرة غنغني قناوة في التلفزيون. نعم. ربما من بين الأشياء اللي كنلقى عليها عتاب من عند من عند الناس اللي هما محافظين. نعم. على اللون الأندلسي والسمع الصوفي، تيقول لك أنت كبرتي في هذا اللون، تيخصك تبقى في هذا اللون. نعم. أنا غنجاوبهم دابا، غنجاوب لأن الفنان بحال واحد الطوير تيحلق. صحيح. راه النهار اللي كتحبسو في واحد القفص غتبقى تما في ذاك القفص، ولكن هو خصو يطير ويشوف ويطلع لهنا ويوقف فوق هاد الشجره ويمشي لهنايا. بطبيعة الحال انا عندي المبادئ الفنيه الخاصه بيا. نعم. ولكن التراث ما عندوش حدود، وحتى الفن ما عندوش حدود، ما عندوش وطن، ما كاينش شي بلاصه فيها الفن. ما كاينش قيود في الفن نهائيا. فتوليفه بحال هذه ولا بلاطو بحال هذا كيحسن لي الشرف انني نغني فيه. نتمنى انه يكون صحيح مقبول. الفن هو لغه الشعوب، فماذا بينا أن نشوفوا في حال هذا المزيج الجميل. نتمنى أن نشوفوا أعمال بينك وبين طارق، لأنه هذه اللوحة اللي شفنا وهذا الشيء زوين. وعد أنا البارح فاش كنت في لي ريبيتيسيون مع طارق هضرنا على هذا الموضوع، وهضرنا عليه ديجا من قبل. وكان إن شاء الله بحول الله كنخمموا أننا نديروا شي حاجة قناوية أندلسية إن شاء الله بحول الله. وتجي تقول لي أنا ماشي مغامر في الفن، هذه قمة المغامرة. الله يحفظكم. تحية أيضا للفرقة الموسيقية مجددا. صحيح صحيح. اللي تبارك الله مخضرما هالقناوة، مازال كاين عيسى دونك كاين مفاجآت ان شاء الله. كاين كثير من الامور، تحيه كبيره لهم بقياده المايسترو ديالنا سي رضا الادريسي. كنوصلوا معك الفقره جميله جدا، بحيث من خلالها كنكتشفوا معك حبك اما للشخص او للاغنيه معينه اللي هي جيم جو بارتاج. من خلال هذه الفقره هذه الضيف ديالنا كيشارك معنا حبه للموهبه او للفنان اللي هو كيحبه. انت اختاريتي واحد الموهبه جميله جدا، هي كتعتبر من اشهر العدايات بمدينه طنجه، كتنشد بواحد الطريقه جميله جدا، عندها واحد الصوت هائل جدا. قصه عشقها الفن السماع والمديح ان تعرفوا عليها بحضورها. استقبلوا معايا سلمى. مرحبا بك سلمى الشنواني الجميله، صاحبه الصوت الجميل، مرحبا بك معنا هذه الليله. السلام عليكم. بعد اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، عليه الصلاه والسلام، وعافيه الابدان وشفائها، كمل سيدي مرمن، ونور الابصار وضيائها، وقوت الارواح وغذائها، وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. يا سلام، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. علاش اختاريتي سلمى باش تكون معنا في هذه الفقره هذه؟ لان سلمى يعني باختصار هي واحد الفنانه مهذبه. نعم. انسانه مخلقه، الى جانب انها تبارك الله عليها عندها صوت جميل، فنانه عندها اطلاله رائعه تبارك الله، الله يحفظها. وانا يعني في الكواليس لقيت باباها ويمها اللي حقيقه ناس طيبين وولاد الاصول وناس عرفوا شنو يربيو. نعم. سلمى، احساسك وانت كتسمعي كلام بحال هذا من فنان اللي هو كبير وفنان اللي سابقك في المجال؟ بعد اول حاجه لي الشرف الكبير والفخر العظيم حينما أجدني وسط باقة من الفنانين وأنا أدلي بشهادتي في حقي شخص وفنان سيدي مروان اللي كان أعتبره الأخ والصديق بكل صدق وعفوية. قوليها كيف ما خرج من قلبك، قوليها. مروان ولد فنانا حتى اسمه فيه رنة معبرة على وزني فعلان. يا سلام. نوطته موسيقية فيها طراطين، وقفلته مروان بحرف النون. الله. والنون ملح الطرب. يا سلام. مروان هو فنان، وسلام قلبي من سلمى طنجة أيها السمعان، عربونا مني في ليلة الاحتفاء بالفنان مروان. نقدر نقول لكم اللي هي ليلة مباركة، ويربح من صلى على سيدنا محمد. صلي على النبي الكريم. اللهم صل على رسول الله. اللهم صل على رسولك. فنانة جميلة، موهبة كبيرة، صوت جميل، شكل جميل، وفصيحة اللسان، تبارك الله ما شاء الله عليك. ولكن توفقت في جيم جو بارتاج. لا لا، أنا جيم جو بارتاج، أنا غنبارتاجيها مع الناس اللي كنعرفهم. الله يحفظك لالا سلمى، وشهادتي أيضا فيك مجروحة. ففنانة أهم شيء أنا تكلمت عليها الأخلاق، 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 تبارك الله عليها إنسانة مهذبة، مخلقة، فنانة. فالحاجة اللي غنقولها الله يكمل عليها بالخير في داكشي اللي كدير، وانسانه عندها واحد العلاقه بالتراث وطيده بزاف.
وهادشي ان شاء الله اللي غادي اللي غنشوفوه من دابا شويش صوت رنان الله يكبر فيك الله يحفظها غتبقاي دائما وفيه لهذا التراث الجميل او لا ممكن نشوفوك في لون غنائي اخر سلمى فحالي كنقول دائما هو الانسان ابن بيئته نعم وكيتاثر على شنو كيتربى عليه فانا بحكم دائما كنصاحب الوالد ديالي يعني من الصغر ديالي في الزوايا دونك نقدر نقول لك الودنينه ديالي اول حاجه سمعتها هي الجلالات في جميع المقامات نعم فحالي نشبه لكم فحال ديك الطوير عطينا شي جلاله تكلمت على الجلاله يلا سير يلا لا اله الا الله الله يا سلام لا اله الا ويدوم الله الله تبارك الله عليك سلام. تبارك الله عليك الله يعطيك الصحه صراحه فحال ديك فحال اللي قلت لكم هو قال طوير انا نقدر نقول لكم النحله في النهار كامل كتكون كتسارى في جميع الاشجار نعم كانت اي فاكهه ولكن في الاخر كترجع للجبح ديالنا باش كتعطينا واحد العسل ديك العسل نقدروا نعتبروه شنو واحد الدواء فسمع والموسيقى الأندلسية والسمع المادح أنا كسلمة كنعتبره دواء للروح نعم صحيح صحيح نغنيو كشكول شمالي إن شاء الله يلا